اهلا بيكو في الفيديو الرابع عن الـ Demonstrations as Instructional Methods. في الفيديوهات اللي فاتت احنا قدمنا الـ Demonstration وقدمنا 3 Stage Demonstration وبعدين قدمنا ايه الـ Characteristics بتاعة الـ Demonstration، الحاجات اللي المفروض بتتوفر فيها. في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ايه اللي بيخلي الديمونستريشنز احسن من غيرها او الحاجات اللي بتخليها فيها عايزين نستخدمها كوسيلة تعليمية. اول حاجة في الديمونستريشن هي انها بتساعد المتدرب انه يفهم بشكل اعمق ايه الموضوع اللي بيجرى. يمكن المثال اللي دايما بنتكلم عليه مثال بتاع اتعلم العوم، ممكن اقرا 100 كتاب فإن أنا أتعلم العوم، لكن كل القراية اللي هقراها مش زي ما أشوف واحد بيعوم وأنزل المية وابتدي أنفذ عملية العوم. عشان كده كنا بنتكلم في الديمونستريشن الجزء الباسيف اللي هو الجزء بتاع إنك تعمل أنت تديمونستريت توري الناس بيعملوا إيه، لكن ما زال الأهم من الباسيف سايد، الاهم في الديمونستريشن هو ان المتدرب نفسه يبتدي ينفذ. ده هيديله قدره اكبر على انه يفهم ايه اللي بيجرى، ايه اللي موجود، سواء وهو بيفك كاوتش العربيه او هو بيخلط مواد كيماويه او هو بينزل ميه علشان يعوم. برضو من الادفانتجز ان في الديمونستريشن بتخلي الطالب اكتف بيعمل حاجه، حتى لو مش هو بيعمل دلوقتي هو قاعد في دماغه انه هينزل ويشتغل، انه هيمد ايده في الحاجة يعملها بنفسه، وبالتالي هو بيفضل مرتبط ومنتبه اكتر. والاكتيفيتي يمكن زي ما اتكلمنا لو رجعنا للكون اوف اكسبيرينس، لما قلنا القاعدة بتاعت الكون اوف اكسبيرينس اللي هي اكتر حتة الانسان بيتعلم فيها وبيفضل في باله او في ذاكرته معلومات، هي لما بيعمل حاجة بنفسه او يعمل حاجة بايده. برضو من الادفانتجز بتاعة الديمونستريشن ان هنا بيقولك leads to permanent learning. طبعا permanent، كلمة permanent كلمة مش من الكلمات اللي بنحب نستخدمها قوي لان مفيش حاجة في الدنيا permanent، لكن المقصود هنا ان اللي بنتعلمه بيقعد معانا فترة طويلة قد فعلا تدوم في بعض الاوقات طول العمر. لما بتنفذ الحاجة بايدك وتعملها بايدك وتقابل المشاكل بنفسك وتحلها بنفسك من خلال الديمونستريشن، ده بيساعد على تثبيت المعلومة وبقائها في الذاكرة لفترة أطول. الأهم بقى يمكن ومن أهم الادفانتجز بتاع الديمونستريشن، بتدي فرصة للمتدرب أو المتعلم إنه يبتدي يفكر ويبتدي يانالايز أكتر، وهنا طبعا ده زي وزي الاكتيفيتي يقدر يانالايز ايه اللي بيحصل، لانه بيبقى سهل عليه انه يتخيل ويتصور ايه اللي ممكن يحصل لو عمل كده او ما عملش كده. ليه؟ لانه مد ايده وابتدى ينفذ. فده طبعا فرصه لانك تقدر يطلع المتدرب وكان ريفلكت على الموضوع، يقدر يفكر فيه ويقدر يحلله ويقدر يخش بشكل اعمق في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. بعد كده طبعا الانترست، انت وانس الطالب ابتدى بيبص عليك بتعمل حاجه وهو في باله انه هيعملها، ده اولا هيخليه منتبه بشكل عام. ثانيا لما هيبتدي المتدرب يستعد انه هيعمل حاجة جديدة ما عملهاش قبل كده ويمد ايده على مكنة جديدة او عملية جديدة هينفذها، ده في حد ذاته واحد من الموتيفيتورز اللي بتخلي الطالب يبقى مهتم بالموضوع اللي بيدور قدامه. مجرد ان انت هتعمل حاجة جديدة دي في حد ذاتها بتزود الموتيفيشن، زي ما هنيجي نتكلم ان شاء الله في المحاضرة بتاعت الموتيفيشن بشكل عام، ان من الموتيفيتورز ان يبقى في حاجة جديدة. من الادفانتجز ان
روح بتاعت، لو جايز استخدام التعبير، روح الديسكفري، روح الفضول، هتكبر وتتوسع لما يبتدي الطالب يشوف فعلا قدر التعقيد اللي موجود في العملية الحقيقية غير لما بنتكلم عنها في الكتب. وهنا طبعا انا بقول تعقيد وبفكرك ان المفروض ديمونستريشن تبقى بسيطة، بس احنا عارفين كويس قوي ان اي حاجة عمليا دايما بيبقى فيها حاجات غير متوقعة، دايما بيبقى فيها جوانب ممكن ما تقدرش تقولها بالشكل النظري، ما تقدرش تقولها في محاضرة، ما تقدرش تقولها في لكتشر نوتس او تكتبها في كتاب، لكن مجرد ما تبتدي تمد ايدك الاخطاء اللي بتتعمل اللي ممكن تعملها لا حصر لها، وبالتالي انت بتبتدي تستكشف. هتستكشف انا لما حطيت السلك هنا وانا بوصل الدايرة الكهرباء ما مشيتش لان كان في كذا كذا، او كذا ممكن يكون اتحرق في الدايرة بتاعتي بسبب التوصيلة كانت غلط، او عدد لا نهائي من الامكانيات في انك تغلط، والغلط هو اللي بيخلينا نتعلم، وبالتالي الديمونستريشن بتدينا فرصة ان احنا نغلط. وهنا طبعا برضو افكر نفسي وافكركم ان المفروض الديمونستريشنز لما يبقى فيه سيفتي ايشوز لازم الموضوع يبقى مطلوب منك انتباه اكتر كديمونستريتور وكانستراكتور، مطلوب منك انتباه اكتر ان المتدرب ما يتعرضش للخطر او ما يتعرضش للاذيه لا هو ولا حد تاني من الموجودين. هنا برضو كميه التعلم، وده يمكن نرجع وبنعيد كلامنا عن الكون اوف الكون اوف ليرنينج، ان الديمونستريشن فيها انا بشوف، فيها انا بسمع، وفيها انا بعمل، وبالتالي هي فيها اهم العناصر اللي بتساعد على التعليم، وبالتالي هي فعلا ممكن تتحط في قاعده الكون اوف اكسبيرينس ان هي بتساعد المتدرب على انه يتعلم اقصى قدر ممكن يتعلم. مفيش حاجة في الدنيا كلها ميزات وما فيهاش عيوب. مع ذلك احنا في المحاضرة بتاعتنا او في الفيديو ده اتكلمنا عن المميزات، الحاجات الكويسة في الديمونستريشنز. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن العيوب، الديسادفانتجز اللي ممكن تيجي مع الديمونستريشن. فارجو ان احنا نتقابل في الفيديو الجاي علشان معرفة عيوب الحاجة اللي احنا بنعملها او المعوقات اللي ممكن تقف في طريقها، برضو من الحاجات اللي لازم نعرفها علشان لما نيجي نعمل حاجة نبقى بنعملها صح وعلى احسن ما يمكن. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.